السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وغادي نوريكم كيفاش أنكم غادي نستعملوا هاد الروتور نيتيس باش أننا نحوله يستقبل الإشارات الواي فاي ويحولها للمكان الموجود اللي احنا فيه من غير أسلاك ومن غير أي حاجة. كما كتشوفوا هو معايا هذا نيتيس 20 24 09. غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي تستخدموه ان شاء الله. اذا تبع مع الطريقه بالتفصيل وما تنساوش تتابعوا بكل دقه باش نوريكم كيفاش اننا غادي نستعملوا الجهاز اللي تكلمنا عليه من قبيله اللي قلنا هو نيتيس 24 09. كيفاش اننا غادي نحولوه انه يستقبل اشاره الواي فاي وغادي يوزع علينا في المكان اللي احنا فيه من غير ما يكون مرتبط بشي اسلاك او خيط ديال الانترنت او اي حاجة. يعني غادي يستقبل شبكة الواي فاي وينزلها لينا في المكان اللي احنا فيه. اذا احنا غادي نستعملو نفس التطبيق اللي حملناه اللي هو غادي يدخلنا لهذاك الروتور نيتيس اللي قلنا عليه قبيلة. كما كتشوفوا هو كيدخل وكيعطينا السمية وكل شيء. كما كتشوفوا هو الحاجة كما كتشوفوا احنا غادي نوريكم داك الجهاز اللي احنا غادي نستعمله دابا باش اننا غادي نديروه. هو كما كتشوفوا الجهاز هو هذا 24 09 نيتيس. غادي نحولوه يستقبل اشارة كما كتشوفوا ما فيه لا خيط لا والو. غادي نديرو يستقبل اشارات الواي فاي ويفرقها لينا في هذا المكان اللي حنا فيه. اذا غادي نحاول نعاودو ندخلو للتطبيق. كما كتشوفوا هو راه مرتبط بالتطبيق وهو كيعطيكم نيتيس وعطينا الموت باس ديال هذا الروتور. اذا غادي نبطاو على ادفونسيبل من بعد غادي نحاول نكبروا الصوره ونمشيو للثانيه ريزو. كما كتشوفوها هي ريزو هي الثانية من بعد ستار. كنبطاو على ريزو وكنمشيو لهنا. كما كتشوفوا النقطة راه مثبتة على أننا بغينا الجهاز يخدم بالخيط. إلا بغينا ما يخدمش بالخيط غادي نديرو سون فيل وهي غادي نضغطو على الجهة الثانية هي سون فيل. وغادي نبطاو على ريشيرش باش نقلبو على الواي فاي اللي بينا نرتبطوه بهذا الجهاز. وكنشوفو الواي فاي اللي عنده نسبة كبيرة اللي كيكون فيه 100% هو هذا كما كتشوفوا. وغير ضروري خصو يكون عندنا الموت باس ديالو. غادي نكوشيو عليه هذا الواي فاي ها هو احنا كوشينا عليه. وغادي نمشيو ندخلوا الرقم السري هنايا في هذا المكان هذا كما كتشوفوا هو هذا. غادي ندخلوا الرقم السري ديالو وغادي نكتبوه كما كتشوفوا. غادي نكتب دابا الموت باس ديالو هنا في هذا المكان هذا ديال هذاك الواي فاي اللي بينا يعطينا الواي فاي في هذا المكان هذا. ضروري يكون عندكم الموت باس ديالو. غادي نحاول ندخل الموت باس ديالو كما كتشوفوا انا غطي ليه الشاشه باش ما يبانش الموت باس ديالو. اذا غادي نحاول ندخل الموت باس ديالو. اذا غادي ندخل وغادي نديرو كما كتشوف كدير اكسبتي يعني اوريجستري وكتوريجستري هنايا تدير اوريجستري عاوتاني تتبطل تحت دير اوريجستري. بعد ما كيتسجل انه كيقول لك ها هو تسجل فيه هذا الواي فاي اللي انت دخلتي ليه لهذا الروتور هذا. اذا هو دابا غيبقى يخدم بهذا الروتور هذا اللي كما كتشوفوا احنا دابا راه اتصلنا بهذا الروتور نيتيس 21 24 09. هانتوما دابا غادي نمشيو للشبكه. كما كتشوفوا راه دخلنا مع واحد الواي فاي ودخلنا ليه الموت باس. كما كتشوفوا هانتوما كتدخل لهاد المكان هذا. كما كتلاحظوا ان الواي فاي خدام دابا مع الهاتف ها هو كتشوفوا خدام 100% يعني بدون كابل وبدون اي حاجه. يعني فقط انك كتدخل ليه الواي فاي اللي بغيتي انه يخدم بهذا النيتيس هذا. ضروري يكون عندك الرقم ديالو باش انه يتصل ليك بهذا. كما كتشوفوا هو غادي نوريكم دابا باش مرتبط انه 24 09. كما كتشوفوا ما فيه لا خيط لا والو ومرتبط بواحد الواي فاي.
وبالطريقة كما شفتوا أننا استخدمنا واحد الرابط في البلاي ستور كما كتشوفوا هو ده روتور سيتينج. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.